ألف شكر وامتنان لفنانينا الكبار على إحيائهم لهذه الأمسية الجميلة. الشكر موصول للأساتذة أعضاء الفرقة الموسيقية بقيادة الرجل اللي لازم الراحل أبو بكر سالم 35 عام. تحية للمايسترو الكبير أمير عبد المجيد. في ختام ليلة الوفاء ندعو بأن يتفضل إلى المسرح كريماً ومشكوراً لتكريم الراحل أبو بكر سالم في شخص وحضور أبنائه الكرام معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه. مع المستشار تعدد لك صورة تذكارية مع الأساتذة. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لكم، شكرا لهذا الحفل الرائع. إن شاء الله نشوف يعني احتفالات أكثر وأكثر إن شاء الله في حياة فنانينا إن شاء الله. الهدف القادم زي ما قلت لسالم الهندي، طلال مداح والدكتور عبد الرب إدريس، وإن شاء الله الجاي أفضل وأفضل إن شاء الله. أنا أبغى أقول مفاجأة قبل ما نقفل الحفل هنا اليوم، إن اللجنة الفنية لهيئة الثقافة تدرس إعطاء ترخيص لمعهد موسيقي إن شاء الله قريبا. شكرا لكم، شكرا لحضوركم، شكرا لمشاهدينا خلف الشاشات. أتمنى تكونوا استمتعتم ويانا في هذه الأمسية. إلى لقاءات أخرى من تنظيم مجموعة روتانا الإعلامية. فمان الله.